تختاري الأغاني إزاي؟ يعني مثلا الناس بتبقى عايزة منك أغاني معينة تعملها، أحب الأغاني لقلبك واخترتها إزاي؟ وبتغني للناس في الشارع، بتعزف قصدي للناس في الشارع، يعني فكرة موسيقى الشارع أخبارها إيه معاك؟ بس الموضوع بدأ ان انا كنت بلعب في النفق، اي انفاق موجوده على البحر في اسكندريه بجيب اصدقائي الموسيقيين ونقعد في النفق نلعب مزيكا. الفكره دي زي ما بنشوف بره يعني. هي دي الفكره اللي احنا كان نفسنا نعملها من زمان وقلنا ننفذها، ان الموسيقى بره هي جزء من حياه البني ادمين. انت بتصحى الصبح رايح شغلك، بتشرب قهوتك وفي مزيكا موجوده في الشارع، بتنزل المطار بتلاقي حد بيلعب مزيكا في المطار، او في بيانو موجود في المطار ممكن تلعب عليه، بتمشي في الشارع بتلاقي ناس بتلعب مزيكا للانبساط ونغني مع بعض. الطاقة دي احنا محتاجينها دلوقتي، أكتر وقت محتاجين فيه فرحة وطاقة كويسة هي دلوقتي. وأنا كنت حتى نفسي أناشد المسؤولين إن احنا نبدأ نرجع نلعب مزيكا في الأماكن الأثرية تاني، نبدأ يبقى عندنا أنا كنت مساحة. هسألك، بتلعب فين؟ في مسارح مثلا بس، ولا يعني أنا فكرة بلعب الشارع دي عملتوها ازاي او خدتوها؟ ايه اللي جه في دماغكم وانتوا بتعملوها، وايه كان الدافع وراها؟ لانه اكيد ما فيش اي عائد مادي ده حقيقي. راجع عليكم، ده مجهود عليكم، بس اكيد انتوا مستمتعين وانتوا بتعملوا ده. ردود افعال الناس كمان في الشارع كانت عاملة ازاي؟ الموضوع بدأ ان احنا انا بلعب في اماكن كتير زي ساقية صاوي، دار الاوبرا، اماكن مختلفه، وبلعب مع باندات ومع فنانين. بس كنت دايما حابب ان الناس تسمع المزيكا اللي من غير غنى، المزيكا اللي فيها الات والالات هي اللي بتغني، فيبقى في مساحه ان احنا نغني مع بعض والناس تبقى تتفاعل اكتر. ندندن. شفت بالظبط.